نقدم لكم في هذا الحوار مجموعة قناوة ليكسوس المشاركة في مهرجان عبد الصمد الأنثوي ميران الدولي للفنون والتراث. غتقدم لنا أعضاء ديال المجموعة. عافاك قلنا اسمي ديالك. زكريا المسكين. عبد الحنين الهبي. مسكين محمد ملقب ببرقم. نعم، وانت هو الرئيس المجموعة. نعم سيدي. يوسف الحميدي كويو ديال البلاد كناوي عار ان شاء الله. معلم الجمبري مراد بابا. عمر المسكين ولد المعلم كناوي جاري. هذه المجموعة هذه عرفنا بها الرأي ديال المجموعة المسكينية. المجموعة فقاش تكونت؟ إن شاء الله كنا درنا الجمعية الأولى ودري ليك معايا مشاك الله ما فرقنا ولا هم. كان عبد الله مسكين مصطفى وتشحراوية، وكانت المجموعة غدا في أمل وحفظه ساعة زاب الله يعني مثال تشوفة والله ما فرقنا ولا هم. ثم كنا الأمور والمجموعة فقاش تكونت؟ هذه يعني تقريبا دابا شي 4 سنين تقريبا. يعني في 2014. المجموعة كتكون شحال فيها ديال؟ كانوا فيها الأفراد بزاف، ما نقدرش نقول لك يعني 16 يعني 14 يعني داكشي على حساب يعني كتكون الخدمة كثيرة، يكونوا الدراري بزاف، كتكون الخدمة قليلة كنديو داكشي 8 9 10 12 هذا هو. وقع بالنسبة للفن القناوي شنو هي الوضعية اللي فيها دابا؟ واش كيعرف شوية ديال الانتعاش شوية بدا كي ازدهار شوية ولا باقي في نفس الوضعية كيعيش؟ نعم هادشي كان واحد الوقت يعني مثال مغمض، اليوم الحمد لله الأمور يعني ولاو بزاف ديال الفراقي شريت ويعني والفراقي كثروا والدراري يعني مثال بداو كيعشقوا هذه المهنة، هذه على حسب مهنة يعني روحانية فيها النشاط فيها يعني مثال اللاعب فيها يعني كل شيء يعني فيها النشاط فيها كل شيء من اي. وكنلاحظوا بان الاعضاء الفرقه الاغلبيه ديالهم شباب، انتم بالنسبه لكم واش كتعملوا شي تكوين بالنسبه للدراري الصغارين يعني الشباب شي باش يحبوا هذا الفن هذا ويحافظوا عليه؟ كاينه جوج ولادي هما دابا هما دخلوا معايا عشقوا هذا الفن هو معايا. عندك زكريا. اذا زكريا المسكيني، غننتقلوا لزكريا المسكيني، شحال هذه وانت كدير الفن القناوي؟ شحال وانت في الفرقه؟ تقريبا من الوالد الجمعيه 4 سنين. شنو يعجبك في الفن القناوي؟ شنو يعجبك فيه؟ هو التراث يعني كنذكروا يعني داكشي ديال الدين كان فيه بزاف الحوايج. نعم هو روحاني يعني يعني كتغنوا يعني بالتراث يعني المغربي اللي نعم هو فن شعبي افريقي كيرتبط بعدا بالجذور الافريقيه ديال المغرب، لان العمق الافريقي المغربي عنده واحد العمق، لان المغرب كان دائما عنده العلاقات مع افريقيا والعريش حتى هي راه فيها كانت عندها ارتباط كبير، لان العريش كانوا شوف العريش ان شاء الله الا جاتك القدره عندي في الحانوت نوريك التشاور اللي هما قدام العريش مع 2020 وكذا، وعندي انا 1920 نعم فيما كتكون شي تشويره قديمه وداك الشيء كنصبرها انا كنستقبل عليها كنصورها وكنتهلا فيها. وكنشوفوا ابن الخلف ديال المسكينين. انت قلتي انت معلم الالات اللي كتضربوا عليها عندكم الطبل والقرفابينه والقرقبه والكنبري والكشوة على كل لون، ها الحمار ها الخضار ها الزرق ها الاصفر ها التشيني ها القوقي ها الفانيدي. شنو كتقول القناويين واش غادي اليوم غادي يتعب الحال ولا ما غاديش يتعب الحال؟ شوف اللي هو كيخدم حتى قناوي كيباعني بمعنى الكلمه يعني بمثال غنقول لك دائما معزوز ومكروم السمعه ديالو واقفه. نعم معلم، وكلم لي الطبل انا غادي نتبعك مزيان ان شاء الله وغادي نشوفك.